بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. حدث اليوم عن الباب الثاني من أبواب المعارف، وهو باب العلم. والعلم ينقسم إلى أقسام متعددة، ينقسم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. فالمفرد مثل محمد، خالد، هند، سعاد، هذا نقول عنه مفرد. هذا نقول عنه مفرد. المركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي مثل عبد الله، وهذا يعرب بحسب، يعرب الجزء الأول منه كلمة عبد مثلا، يعرب الجزء الأول بحسب العوامل الداخلة عليه، يعني بحسب موقعه من الجملة. والثاني يكون مجرورا بالإضافة، تقول مثلا: جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله كذا. فهذا هو المركب الإضافي. الثاني المركب المزج، وهو أن تأتي بكلمتين وتمزجهما مع بعضهما فيكونان كلمة واحدة، مثل بعل بك، هي أصلها بعل وبك ثم مزجتا فصارت بعل بك، حضر موت كذلك مزجتا مع بعضهما، سيب ووي، سيب وي، سيب وي، مزجتا مع بعضهما، وهكذا. وحكم المركب الإضافي أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا، هذا إذا لم يكن مختوما بكلمة ويه. فتقول: أعجبتني حضر موت، و ذهبت إلى حضر موت، إلى حضر موت، و إذا كان مختوما بكلمة ويه فإنه يبنى على الكسر مطلقا. تقول: جاء سيبويه، سيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع، اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. وتقول: رحم الله سيبويه، اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وتقول: أعجبت بسيبويه، اسم مبني على الكسر في محل جر. هذا المركب المزي، وهو نوعان: غير المختوم بكلمة وي، وهذا يعرب إعراب ما لا ينصرف، والمختوم بكلمة وي، وهذا يلزم البناء على الكسر. القسم الثالث من أقسام العلم المركب: المركب الإسنادي، وهو ما كان جملة في الأصل ثم نقل وسمي به، مثل: تأبط شرا، هذه جملة ثم سمي به رجل، سمي بهذه الكلمة صارت كلمة، صارت مثل محمد، يعني تقريبا كذا مثل محمد سميت بها. فتقول: جاء تأبط شرا، فتأبط شرا، هذه نقول فاعل
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. رأيت تعبط شرا، تعبط شرا أيضا هذه مفعول به، موصول عن تصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. مررت بتعبط شرا كذلك مثلها. في التقسيم الآخر أيضا، تقسيم آخر انتهينا من التقسيم هذا بالنسبة للإفراد والتركيب، هناك تقسيم آخر للعلم، وهو أنه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. فإن بدأ بأب أو أم فهذا كنية، وإن دل على مدح أو ذم فهذا لقب، والاسم ما سواهما. فمثال العلم الكنية مثل أبو بكر وأم بكر وأبو عمرو وأم عمرو. فإن أشعر بمدح أو ذم فهو لقب، إن أشعر بمدح أو ذم فهو لقب، مثل زين العابدين هذا يشعر بالمدح. هناك ألقاب كثيرة يعني اسماء مثل البطة وقفة وأنف الناقة، هذه ألقاب سمي بها بعض الناس وهي تدل على ضعة المعنى هنا. إذا اجتمع الاسم مع اللقب مثل محمد، مثل عمر الفاروق، عمر اسم والفاروق لقب، فالأصح تقديم الاسم وتأخير اللقب. عمر الفاروق، عبد الله زين العابدين. والكنية لا ترتيب بينها وبين غيرها، تذكرها في الأول في الأخير لا إشكال. الباب الثالث من أبواب المعارف باب اسم الإشارة، وينقسم إلى ثلاث أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل نوع من هذا من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. طبعا اسم إشارة للمذكر واسم إشارة للمؤنث. فاسم الإشارة للمفرد المذكر ذا لفظة واحدة، وللمفردة المؤنثة لها 10 ألفاظ يشار بها إليها. مفردة المؤنثة 10 ألفاظ يشار بها إليها.
المفردة المؤنثة قلنا لها 10 ألفاظ، وهي ذي وذه وذه بالكسر، وذه بالإسكان، وذات وهي أغربها، وهي وتي وته 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 وتاء. هذه يشار بها إلى المفردة المؤنثة 10 ألفاظ. طبعا أشهر هذه الألفاظ هي ذي وذه، هذه وهذه. المثنى المذكر له ذاني، ذاني طبعا المثنى المذكر يعرب، مثنى المذكر يعرب إعراب المثنى ذاني، فيقال هذان ناجحان، وتقول إن هذين لناجحان، وهكذا. فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. المثنى المؤنث، المثنى المؤنث ثاني، هذا الثاني. هاتان أيضا إعراب إعراب المثنى، فهاتان ناجحتان وإن هاتين لناجحتان، هكذا. جمع المذكر له جمع المذكر جمع المؤنث أولئي وأولئك هم المفلحون، هؤلاء بناتي، طبعا ملحق بالمثنى إعرابها لأنه لا مفرد لها من لفظها فلا تعتبر مثنى. هناك زوائد تلحق اسم الإشارة، منها هاء التنبيه ذا تقول هذا،
هذه تقول هذه، أولائي تقول هؤلاء، ذاني تقول هذاني، هذه سهل التنبيه. ويقترن أيضا باللام والكاف، فالكاف إما مجردة من اللام فتقول ذاك، أو معها اللام فتقول ذلك. واللام تأتي للبعد، وتنتمع اللام في ثلاث مسائل: مع المثنى ذانك وتانك وذاني وتاني، وأيضا أولئك، أولئك لا تأتي معهما. وكذلك إذا تقدمت عليها التنبيه فتقول هذاك، لا ولا يجوز لك أن تقول هذلك، تمتنع في ثلاث مسائل: اللام مع المثنى والجمع ومثنى ذاني وتاني والجمع أولئي، ومع اسم الإشارة إذا لحقته هذا سؤال. كنية وليس لقبا، كنية. إعراب هذه من قولك هذه لجنة الاختبار: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، مبتدأ في محل رفع، فاعل مرفوع بالضمة.
نعم مبتدأ في محل رفع، مبتدأ في محل رفع لأنه مبني، لأنه مبني، والمبني يقال عن في محل رفع ولا يقال مرفوع بضمه ولا. نعم هاتان يشار بها مثنى المؤنث، أيهما اللقب؟ أم بكر، زين العابدين، عبد الله، عائشة. نعم اللقب هو زين العابدين. ننتقل بعد ذلك إلى باب الموصول، وهو من الأبواب أيضا، الباب الرابع من أبواب المعارف. والأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة وعائد، هي التي تحتاج إلى صلة وعائد، وهي نوعان الأسماء الموصولة: خاصة مختصة ومشتركة. فالخاصة هي الذي مختص بالمفرد المذكر، والتي مختصة أو خاصة بالمفرد المؤنثة، واللذان بالمثنى المذكر، واللتان بالمثنى المؤنث، واللذان واللتان تعرب إعراب المثنى مثل هذان وهاتان. لكن انتبهوا لا تخلطوا بين الاسم الموصول واسم الإشارة في الأسئلة أو عند الأسئلة والأجوبة. هذان وهاتان أسماء إشارة، اللذان واللتان أسماء موصولة. ولجمع المذكر الأولى والذين واللائي واللاتي أيضا جمع الإناث. أما أسماء الموصول المشتركة فهي من وما، وهي أشهر هذه الأسماء، وفيه أسماء أخرى وهي أي وأل وذو وذا. فهذه الأسماء الستة مشتركة، يعني بمعنى أنها اشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. فتقول نجح من اجتهد، فتجد الآن من استعملت للمذكر للمفرد المذكر، ونجح من اجتهد
من ونجحت من اجتهدت، استعملت للمفرد المؤنث، ونجح من اجتهد للمفرد المذكر، ونجحت من اجتهدت للمفرد المؤنث، ونجح من اجتهدوا لجمع الذكور، ونجح من اجتهدنا لجمع الإناث. فهذا معنى مشتركة، بمعنى أن من هذا يشترك فيه المفرد والمثنى والجمع والمفرد وعفوا والمذكر والمؤنث. من للعاقل، ومن وما لغير العاقل. تقول جاء من نجح، من نجح هذا عاقل. وتقول أعجبني ما اشتريت، أعجبني ما اشتريت، فما هنا اسم موصول في محل رفع فاعل، يعني أعجبني الذي اشتريته. ويحتاج الاسم الموصول إلى صلة توضحه، لأنه مبهم. فإذا قلت جاء من، فكلمة من مبهمة تحتاج إلى ما يوضحها. جاء الذي، الذي كلمة مبهمة تحتاج إلى ما يوضحها. ما الذي يوضحها؟ الصلة التي تأتي بعدها كاشفة لإبهامها. جاء الذي نجح، فالصلة إما أن تكون جملة بقسميها فعلية أو اسمية، جاء الذي نجح فعلية، جاء الذي أبوه صالح هذه جملة اسمية، أو تقول شبه جملة جاء الذي عندك، جاء الذي في بيتك، هذا جر مجرور أو ظرف، جاء الذي عندك ظرف، جاء الذي في بيتك جر مجرور شبه جملة. شرط جملة الصلة مثل شرط جملة الخبر وجملة الحال وجملة الصفة، أولا أن تكون خبرية، فلا يصح أن تقول جاء الذي أضربه، أو جاء الذي لا تضربه، جملة إنشائية، أو جاء الذي هل ضربته، هذه جمل إنشائية ما تصلح أن تكون صلة، لابد أن تكون خبرية. جاء الذي نجح فيها خبر، جاء الذي اجتهد، إيه؟ فالخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائلها. جاء الذي نجح، نجح فلان، هذه جملة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. لكن لو قلت جاء الذي هل نجح، هذه جملة لا تحتمل الصدق ولا الكذب. يعني إذا قلت هل نجح فلان، هل يصح أن أقول صدقت وكذبت؟ لا، هذه جملة إنشائية، جملة إنشائية. جملة الصلة لابد، هذا الشرط الثاني، الشرط الأول تكون خبرية، الشرط الثاني لابد أن يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول مطابق له، في تذكيره أو في تأنيثه، في إفراده، في تثنيته، في جمعه. جاء الذي أكرمته، جاءت التي أكرمتها، جاء الذين أكرمتهم، جاءت اللاتي أكرمتهن، جاء اللذان أكرمتهما، جاءت اللتان أكرمتهما، وهكذا. جاء من أكرمته، جاءت من أكرمتها، جاء من أكرمتهما، جاء من أكرمتهم، جاء من أكرمتهن،
فلا بد من ضمير يعود على الاسم الموصول يربط الصلة بالاسم الموصول، وهو الأصل يكون مذكورا ولكن قد يكون محذوفا مقدرا، وهذا له مواضع. وأيضا شبه الجملة، شبه الجملة تقع صلة للموصول، شبه الجملة وشبه الجملة. شبه الجملة نقصد بها الظرف والجار والمجرور، لأننا نقول شبه الجملة لأنها ليست اسما مفردا وليست جملة، ولكنها تشبه الجملة في أنها تحتاج إلى متعلق يوضحها. فتقول: ولكن لا بد أن يكون الظرف والجار والمجرور تامين، وهو الذي يؤدي معنى، يعني يؤدي معنى تاما. جاء الذي عندك، هذا يؤدي معنى تاما، لكن لو قلت جاء الذي بك هذا لا يؤدي معنى تاما. جاء الذي بك أو جاء الذي أمسي ما يؤدي معنى، فلا بد أن يكون الظرف والجار والمجرور تامين. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الخامس من أنواع المعارف، وهو ذو الأداة، وهو المعرف بالألف واللام. المعرف هو التعريف يكون بأل، وأل المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تعريف العهد وتعريف الجنس وتأتي للاستغراق. فأما العهد فهو نوعان: العهد الذكري والعهد الذهني. العهد الذهني ما هو؟ أن يتعاهد الناس في أذهانهم هذا الشيء. فأنت مثلا إذا قلت جاء الأستاذ، تقول لزملائك، زملائك وأنت عندكم عهد ذهني، ماذا تقصدون بهذا بألف في كلمة الأستاذ؟ من هو الأستاذ؟ يعني تعرفون أنه الأستاذ فلان كذا، في شكله، في عمله، في كذا. الأستاذ معروف عندكم، هذا العهد الذهني. العهد الذكري أن يأتي ذكر له ثم تذكره مرة أخرى فتأتي بألف. إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة، يعني يذكر الاسم منكرا ثم تذكره معرفا بأل، هذه تسمى أل للعهد الذكري، للعهد الذكري أنه مضى ذكره. وأما لتعريف الجنس فنحو الرجل أفضل من المرأة، إذا لم ترد به رجلا معينا ولا امرأة بعينها، وإنما أردت أن جنس الرجال أفضل من جنس الرجال، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. لكن هذا لا يعني أن أفراد كل أفراد الرجال أفضل من كل أفراد النساء، لكن الجنس فقط، نتحدث عن الجنس. لكن الأفراد قد يوجد في أفراد النساء من هو أفضل من أفراد الرجال، فهذا معنى الجنسية. التي الاستغراق مثل: وخلق الإنسان ضعيفا. أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف، يعني استغراق الجنس كله. النوع السادس من أنواع المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة. يعني مثلا مضاف إلى ضمير: هذا كتابك،
كتاب نكرة، لكن لما أضفته إلى الضمير تعرف، هذا كتابي، تعرف، هذا كتابها، كتابه، كتابكم، كتابكن، فتعرف. هذا كتاب زيد، كتاب كان نكرة، لما أضفته إلى العلم تعرف. هذا كتاب هؤلاء، فكتاب كان نكرة أضفناه إلى اسم الإشارة فتعرف. هذا كتاب الذي كان هنا، هذا كتاب الذي كان هنا، فكتاب نكرة لما أضفناه إلى اسم الموصول تعرف. هذا كتاب الأستاذ، هذا كتاب الأستاذ، كتاب كان نكرة أضفناه إلى المعرف بأن فصار معرفة. فإذا النوع السادس من أنواع المعارف هو ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، بمعنى أضيف إلى ضمير أو إلى علم أو معرف أو اسم إشارة، أو أضيف إلى اسم موصول، أو أضيف إلى المعرف بالأداة وهي أل، وهي أل. الأسماء الموصولة تنقسم إلى الاستفهام قسمين أربع. الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين، نعم، قسمين خاص ومشترك، خاص ومشترك. من اسم الموصول يستعمل للمذكر، للمؤنث، نعم، لأنه مشترك من باب اسم الموصول المشترك. إعراب الذي من قولك رأيت الذي نجح، في محل رفع فاعل، في محل جر مضاف إليه، في محل نصب مفعول به. اللاتي اسم موصول خاص بالمفرد المؤنث، بالمثنى المؤنث، بجمع المؤنث. نعم صحيح، بجمع المؤنث. ما اشتريته، ما في قولك أعجبني ما اشتريته، فاعل مرفوع بالضمة، مفعول به في محل نصب، فاعل في محل رفع.
ما بينهما أوجه شبه، تخليط لقلة المذاكرة لضعف الطالب، يخلط بين أسماء الإشارة. هو لا، الجواب الصحيح هو جيم للأسف. جيم عجبني ما اشتريته وقد مر بي قبل قليل وأعربته فاعل في محل رفع. الآن وأنا أشرح أتيت بهذا المثال وأعربت ما قلت إنه فاعل، فاعل ما أعجبني ما اشتريته، ما فاعل في محل رفع، أعجب فعل ماض والنون نون الوقاية وياء المتكلم في محل نصب مفعول به، وما اسم موصول في محل رفع فاعل، واشتريته جملة من فعل وفاعل ومفعول به، صلة الموصول لا محل له من الإعراب، جملة اشتريته، وما من الموصولات المشتركة وتستعمل لغير العاقل. هي التي تكشف إبهامه، ب نعم تكون جملة وشبه جملة صحيح، جملة وشبه جملة. جملة صلة الموصول، ألف في محل جر، باء في محل رفع، جيم لا محل لها من الإعراب. نعم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، جواب هو فقط جيم، جملة بصلة الموصول من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، لأن الجمل نوعان، جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب. من هذه الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة صلة الموصول. صلة الموصول في قولك ليش تسوي؟ من بالراجع عندكم أصلا محاضرات مرئية وعندكم كتاب، أنا الآن أراجع معكم، هذه كلها محاضرة في الأسبوع، وش تبي تسوي يعني بالنسبة
مجموع القراءة، إلا أنها مراجعة، أمر مرور كذا على الباب وأعطيكم الأسئلة هذه. ماذا أفعل الآن؟ ما أنا فاهم إيش يعني إيش مقصود بالمراجعة؟ الحين كل هالحماس أتعب نفسي أشرح وأضع أسئلة. صلة الموصوف في قولك نجح من في القاعة جملة، باء شبه جملة، جيم اسم مفرد. نجح من في القاعة صلة الموصول هل هي جملة أو شبه جملة أو اسم مفرد؟ شبه جملة لأنها جار ومجرور. شبه الجملة يشمل الجار والمجرور ويشمل الظرف. شبه الجملة يشمل جاء الذي عندك، رأيت من عندك، رأيت من في الدار، فهو شبه جملة وليس جملة. شبه جملة. لا يصح أن تقول جاء الذي أحسن إليه، لأن صلة الموصول جملة خبرية، لأن صلة الموصول جملة إنشائية. جاء الذي أحسن إليه لا يصح أن تقول، أو هذا أسلوب غير صحيح. لأنها إنشائية، صحيح إنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.